عرف بداهية العرب، وكان من أصحاب الرأي والمشورة والبأس الشديد في السلم والحرب. ولكن كان الموقف الذي حدث له في موقعة صفين أثناء مواجهة الإمام علي بن أبي طالب في النزال هو ما تندر به الكثيرون، حتى أن معاوية بن أبي سفيان نفسه سخر منه، فجاءه رد هذا القائد قاسياً جارحاً. ترى من هو هذا القائد؟ وما الذي حدث بالتفصيل؟ التفاصيل مثيرة، أحكيها لحضراتكم. أنا رائد حاكم، وهذا هو الملخص. من النوادر التي جرت في موقعة صفين، حيث كانت المواجهة العنيفة بين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو الخليفة الراشد الرابع، وبين معاوية بن أبي سفيان الذي رفض قرار علي بعزله من ولاية الشام ورفع قميص عثمان وطلب بالقصاص للخليفة الراحل كونه من أبناء عمومته. ما جرى في بدايات النزال حين طلب علي بن أبي طالب معاوية للمبارزة، ولكن معاوية لم يجب طلبه، وبدلا منه خرج عمرو بن العاص الذراع اليمنى لمعاوية وقرر مبارزة علي بن أبي طالب بالنيابة عن معاوية. ويبدو أن هذا التقليد كان مأخوذا من المعارك القديمة الرومانية واليونانية، حيث يتبارز أكبر خصمان أو المرشحان الأكبر من الجيشين المتنازعين، ويمكن حسم الخلاف بفوز أحدهما، ولكن الحرب استمرت بعد ذلك. يذكر ابن قتيبة في كتابه المهم الإمامة والسياسة، ذكروا أن عمراً قال لمعاوية: أتجبن عن علي وتتهمني بنصيحتي إليك؟ أي أنه يستنكر رفض معاوية مبارزة علي بن أبي طالب خوفاً منه. وأضاف عمرو: والله لا أبارزن علياً ولو مت 1000 موتة في أول لقائه. فبارزه عمرو فطعنه فصرعه فاتقاه بعورته، فانصرف عنه علي وولى بوجهه دونه. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لم ينظر لعورة إنسان قط حياء وتكرما. وحين دخل عمرو على معاوية وحكى له ما جرى، قال له معاوية: احمد الله واحمد استك. وفي رواية قال له: احمد الله وعورتك. بعد هذه الحادثة التي افتدى فيها عمرو بن العاص روحه بعورته التي كانت فضيحة في ساحة المعركة وقتها، وقد ذكرتها العديد من المصادر، بل وذكرها أبو فراس الحمداني في قصيدته الشهيرة أراك عصي الدم. كذلك يذكر ابن الأثير في البداية والنهاية حكاية عمرو وعلي في موقعة صفين، وكيف افتدى عمرو نفسه بإظهار عورته. ويذكر المدائني في كتابه تاريخ الأخبار أن عمرو دخل على معاوية فوجده يضحك، فقال له: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ أضحك الله سنك. قال معاوية: أضحك من حضور ذهنك حين أبديت سوءتك يوم ابن أبي طالب، أما والله لقد وافيته منانا كريما، ولو شاء أن يقضي عليك لفعل ذلك. فكان رد عمرو على معاوية قاسيا، إذ قال له: يا أمير المؤمنين، أما والله إني لعن يمينك حين دعاك للبراز فحولت عيناك وربى سحرك وبدا منك ما أكره ذكره لك، فمن نفسك فاضحك أو دع. وهو اتهام صريح بالجبن وخوف معاوية من علي وشجاعة عمرو الذي تصدى لعلي وواجهه حتى لو كان اضطر لكشف عورته لاتقاء النهاية المحتومة.